فريق الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي، وده في إياب الدور 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. بكده يصبح مجموع نتيجتي مباريات الذهاب والإياب 3-1، وتأهل الزمالك لدور المجموعات بشكل رسمي. أما فريق الأهلي فقد اختتم تدريباته على ملعب التتش في الجزيرة استعداداً لمباراة فريق جورماهيا الكيني. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انتهاء فقرات المران الجماعي، وده من أجل شرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة النهاردة. اللاعبون خاضوا مراناً بدنياً وفنياً متنوعاً، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين. مارسيل كولر اختتم المران بتقسيمة قوية لهذا الفريق. أما منتخب مصر لناشئي اليد فقد فاز على منتخب بوروندي بنتيجة 66-15 في المباراة اللي أقيم بينهما ببطولة العالم للناشئين في تونس. ومنتخب سيدات مصر للهوكي حقق الفوز على منتخب المكسيك بخمس أهداف مقابل 3 في المباراة اللي جمعتهم في بطولة العالم للقارات في إيطاليا. أما فريق نيس الفرنسي فقد حقق فوزاً كبيراً على فريق سان إتيان بنتيجة 8-0 في المباراة اللي أقيمت بينهما على ملعب إليانز ريفيير ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي. شهدت المباراة تواجد محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر على دكة البدلاء. بهذه النتيجة يحتل نيس المركز الخامس برصيد 7 نقاط. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفيا أعلن عن حصول الألماني فريدز لاعب فريق بايرن ليفركوزن على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. كده خلصت نشاطنا الرياضية، نعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بصحبة بسنتو محمد. شكرا لك مصطفى.